الحرية هي محيط كل فكرة وجدت لنفسها مكانا، ودون الحرية لا وجود لجديد ولا مكان لمبدع. وفي هذا الجانب الذي اتخذ من الحرية عنوانا يعرض أكثر الأعمال إبداعا على هامش الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم. عشرات الشباب قدموا أعمالهم الفنية التي تنوعت بين فنون النحت والتجسيد والصور الفوتوغرافية لأجمل المناطق السياحية، وكذلك فنون الكاريكاتور التي عبرت عن عدد من الأبطال والنجوم المصريين. طبعا احنا جايين هنا المنتدى عشان خاطر نرسم الناس اللي موجودة او الجيستس اللي موجودة من جميع انحاء العالم، نرسمهم بطريقة كاريكاتيرية ونرسم بسمة حلوة كده للمكان. هو ده الهدف يعني من الموضوع بتاعنا. المره دي قررت افكر ان انا احط صور من مصر، وحسيت ان انا سافرت في حتت كتير قوي بس حسيت ان انا عايزه اخليها كلها في مصر. حطيت الصور وطبعتها وكل حاجه، لقيت في ناس بتبتدي تتعامل معايا، لقيت حد مسك قلم وابتدى يكتب حاجه هو حاسها في صور. فلما شفت مصر ولما شفت صور مصر الجميله حسيت ان انت مرتاح، حسيت ان انت مبسوط، حسيت ان انت عندك راحه داخليه، كل الحاجات دي. الفكره عندي كانت من انا كنت 9 سنين تقريبا، 25 26 سنه، كنت بحب ان انا ادور على اللعب للكاركترز بتاعتي اللي بحبها، ما كنتش بلاقي، فبدات اعملها بحاجه بسيطه جدا، وبدا الموضوع يتطور معايا وبدا الموضوع ادخل في ان انا اعمل روبوتس، وكبر لحد ما بقى لحد ما بروجكت يعني، بس لسه بروجكت هو مش اكتر يعني. وعلى الرغم من اختلاف جنسيات الحضور الذين اتوا من اكثر من 190 دوله، اتفقوا جميعا على روعه ما قدم من اعمال فنيه. تجربة حلوة جدا يعني، احنا ما كناش متوقعين ان احنا هنلاقي المنظر ده. زي ما انت شايف الناس كلها مبسوطة، كلها فرحانة، بيتعرفوا على بعض، كلنا من بلاد مختلفة لكننا عارفين بعض من زمان. هي بالفعل تجربة جيدة في ان تتواجد في مكان مليء بالحركة، حيث تلتقي برواد المشروعات الناشئة الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلتقي ايضا بصناع الالعاب من المواد المعاد تدويرها. كان في الأسئلة، ألعاب اللي فيها الأسئلة والألعاب اللي فيها تخاطب مع الناس تانية بالميكروفون. لا كان في مجموعة حاجات هلبة حلوة بصراحة. هذه مصر عموما جميلة حقا، وأعتقد أن هذا المنتدى هو الأفضل على الإطلاق. تقابل أشخاص رائعين من دول مختلفة، غانا، نيجيريا، المغرب، ألمانيا، إنجلترا، كل العالم. أعجبني كثيرا البرامج الترفيهية وأود أن أكرر الزيارة لمصر. السلام، التنمية والإبداع محاور أساسية لحوار شباب العالم مع صناع القرار على أرض السلام، ولكن في هذه المساحة تحديدا يحلق الإبداع منفردا، مؤكدا أن رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تستوجب الذهاب لأراض بعيدة، بل تستلزم رؤية ما حولك بشكل جديد. علي عامر، NBC مصر.